نعم، لكن ماذا عن نسبة المقاطعين؟ يعني هل يمكن أن تؤخذ فقط النسبة التي أو نسبة من شارك بالاستفتاء على هذا الدستور مقابل تجاهل ممن قاطعوا هذه أو هذا الاستفتاء؟ نعم قيس سعيد، هو بالفعل غير معني بنسب المقاطعة، كما هو غير معني حتى بنتائج الاستفتاء بشكل أو بآخر. لنا تجربة قبل أشهر في علاقة بالاستشارة الوطنية، قيس سعيد لم يشارك فيها سوى 500 ألف مواطن، 4% من كتلة الناخبة في تونس، ولكن رغم ذلك رئيس الجمهورية اعتبر بأن هذه الاستشارة هي استشارة استجابت أو أدت إلى إعطاء صوت التونسيين وآرائهم ومواقفهم، واعتمد عليها في سن هذا الدستور الجديد. وحتى في علاقة بنتائج هذه الاستشارة قيس سعيد خالف حتى نتائجها في علاقة مثلا بدعوة التونسيين واختيارهم إلى تعديل الدستور القديم، ولكن ذهب قيس سعيد في سن دستور جديد، أعطائهم للأولويات الاقتصادية والاجتماعية على الأولويات السياسية، ولكن اتجه في أولوية سياسية بغرقية النظام السياسي في البلاد وعدم إلى أي أهمية بالواقع الاقتصادي والاجتماعي. إذن هنالك أجندة، هنالك مشروع وخارطة طريق يعمل قيس سعيد على تنفيذها، سينفذها بأي شكل من الأشكال، ولن يبالي لا بحجم المعارضة ولا بحجم المقاطعة ولا حتى بنتائج الاستفتاء، فقط بيقينية ما يفعله وباعتبار أن ما يقوم به هو الخير المطلق والمصلحة المطلقة التي ينتظرها لا التونسيون فقط بل شعوب العالم ككل. طيب إذا كان سعيد غير معني بالاستفتاء أصلا ولا بنتائج هذا الاستفتاء، لماذا قام به بالأصل؟ ما الغرض من ذلك؟ لأنه يرى أنها الوسيلة الأسهل والأنجع بالنسبة إليه من أجل الانتقال من ما يسمى بالجمهورية الثانية إلى ما يسمى بالجمهورية الجديدة بنظام الحكم الجديد، يوجب عليه تمريرها عبر استفتاء، وهي الوسيلة الأسهل والأنجع. ذهاب قيس سعيد أو إعادة العودة إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها ستكون مغامرة غير محسوبة النتائج بالنسبة إليه، وهو مطلب للمعارضة السياسية في تونس على اختلاف مكوناتها، تدعو إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع منذ 25 جويلية المقبل حل البرلمان، ثم ذهاب إلى صناديق الاقتراع في مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، ويضع كذلك قيس سعيد نفسه أمام خيار الصناديق من جديد، وعندها التونسيون سيقدرون وسيختارون من هو الأنسب، إما استمرار قيس سعيد على رأس السلطة وإما اختيار شخص آخر. ولكنه رفض كل ذلك، أراد تغيير النظام السياسي، أعطى صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية، أعطى فترة زمنية ممتدة أكثر له من أجل تنفيذ هذا البرنامج، سيطرته أكثر وأكثر من خلال أنصاره بالتعيينات في داخل مؤسسات الدولة، تدجينه للقضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وبإقالة 57 قاضيا ممن لم يرضى عنهم رئيس الجمهورية، والذهاب الآن إلى وضع هذا النظام الجديد دون وجود معارضة حقيقية تذكر في داخل مؤسسات الدولة، وكذلك بقمع وثائق الحريات وللقوى السياسية وتغييبها عن المشهد السياسي، تمهيدا لتنفيذ الأجندة بشكل كامل وبشكل كامل.